الإخوة إن شاء الله لكم يعطوا لهم جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم في درس جديد من دروسنا في أحكام الفقه المتعلقة بالأقليات المسلمة. تحدثنا قبل ذلك عن بعض من المسائل الفقهية يعني التي ترتبط ارتباطا شديدا بالمسلمين الذين يعيشون في ديار غير البلاد الإسلامية، مثل إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية أو أستراليا أو أمريكا. ومن المسائل التي ذكرناها قبل ذلك مسألة يعني حكم المسلم لو لمسه كلب، وبعدين برضو تحدثنا عن الخمر هل هي طاهرة أم نجسة، وتحدثنا في درسنا الماضي عن موضوع الصلاة اللي هو مواقيت الصلاة بالنسبة للدول التي يعني بتتداخل فيها علامات دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، لأنه معروف طبعا أن دخول وقت الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني شروط صحة الصلاة وفي أركان للصلاة، في شروط صحة وفي أركان. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، طهارة الثياب، طهارة المكان الذي تصلي فيه، استقبال القبلة، دي كلها اسمها ايه؟ شروط صحة للصلاة. إنما أركان الصلاة شيء آخر، أركان الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام، الوقوف، الركوع، السجود، التشهد، دي اسمها أركان الايه؟ أركان الصلاة. فمن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. في بعض الدول لا يدخل فيها الوقت، لا يدخل فيها وقت الايه؟ العشاء، أو بيكون فيها النهار ممتد أو الليل ممتد. مثلا في بعض الدول زي الدول الإسكندنافية وغيرها ممكن يكون النهار فيها 6 أشهر متواصلة، أو الليل فيها 6 أشهر متواصلة، وهكذا. فقلنا بأن الراجح في هذه البلدان انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال، اللي هو اللي بيقول فيه الرسول أن الدجال ينقص فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. طب اليوم يعني يوم كسنة يعني يوم طوله سنة. فالصحابة بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اللي هو اليوم كسنة هذا أنا هتكفينا فيه 5 صلوات؟ هنصلي في السنة دي كلها 5 صلوات؟ قال لا، وإنما أقدر له إيه؟ قدره، بمعنى أن يبقى فيه عملية تقدير للوقت. يعني مثلا معروف أن بين الصبح والظهر كم من الوقت؟ 5 ساعات ولا 7 ساعات، وكذلك بين الظهر والعصر معروف مثلا في 3 ساعات، فتصلي بعد الظهر صلاة العصر، ومعروف مثلا بين العصر والمغرب كم ساعة، فتصلي بعد صلاة العصر صلاة المغرب، وهكذا. فانطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، يعني معنى ذلك ان احنا ناخذ بعمليه تقدير الوقت. هذا بالنسبه للدول التي يتعذر فيها دخول معرفه دخول الوقت، او لا ياتي علامه لدخول الوقت كوقت العشاء مثلا في بعض الدول القريبه منا زي فرنسا والمانيا وبريطانيا في اشهر معينه اللي هي اشهر الصيف، يعني لا سيما في شهر يوليو واغسطس مثلا بيتعذر فيها دخول وقت العشاء من ناحيه العوامل الليل والنهار يعني. انما بالنسبه لايطاليا، ايطاليا معروف انه يدخل فيها وقت صلاه العشاء، يعني مثلا معروف ان صلاه العشاء على سبيل المثال على الساعه 11 ده دخول وقت العشاء. ولكن المشكله هو في تاخير الوقت، ان الوقت ايه؟ ان الوقت متاخر. وفي نفس الوقت الفجر وقت الفجر ايه؟ متقدم. يعني نحن الان نصلي الفجر يعني مع تاخير بعض الوقت نصلي مع الساعه 4. فبالتالي يعني تاخر وقت دخول العشاء واقتراب وقت دخول الفجر بيجعل الليل ايه؟ بيجعل الليل قصير. في هذه الايام التي تسبق شهر رمضان بيكون الامر سهل وميسور، من الممكن انك انت ايه؟ يعني لا تشعر فيه ببعض الحرج او ببعض الضيق. لكن الحرج بياتي في شهر رمضان،
لا سيما مع يعني طول النهار، وبعد ذلك بيكون طبعا في عوامل مترتبه على الصيام اللي هو موضوع الفطور، وبعد كده بتصلي العشاء، وبعد كده بتصلي التراويح. يعني لمن يحافظ على صلاه القيام، لا سيما وان كل مسلم يعلم ان رمضان هو شهر الصيام والايه؟ والقيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ايه؟ من ذنب. ففيه شعائر معينه يقوم بها المسلم من صلاة للتراويح، وبعد ذلك يريد أن يذهب إلى بيته. في البعض بيتناول طعام العشاء، طبعا في ناس بتعمل الفطور فقط، وبعد كده يقول لك مثلا يعني حتى لا يسخن نفسه بالطعام والشراب حتى يستطيع أن يصلي التراويح، ثم بعد ذلك يريد أن هو يتناول طعام العشاء، ثم بعد ذلك يريد أن يتناول طعام السحور. يعني في طول الليل كده إيه أكلات على فترات متباينة. يعني إذا بعض الناس بيشعر بعملية الحرج في قصر وقت الليل في شهر رمضان. فلذلك سنتحدث الآن عن احنا طبعا في الدرس الماضي لما كان حضرا معنا تحدثنا عن تقدير وقت الصلاة عند في 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 في, في البلدان التي لا يعرف فيها علامة دخول الوقت. إنما كما قلت في بلدان زي إيطاليا بيعرف فيها دخول الوقت، ولكن وقت العشاء بيكون متأخر مثلا زي هذه الايام، وما زال من الايام المقبله برضه هيكون وقت العشاء ايه؟ هيكون وقت العشاء يعني متاخر بعض الايه؟ بعض الشيء، برضه مع اقتراب دخول وقت الايه؟ الفجر، يعني الليل يكون قصيرا جدا. فلذلك الفقهاء تحدثوا عن مساله اسمها الجمع بين الصلاتين للعذر او للضروره، الجمع بين الايه؟ بين الصلاتين. وخدوا بالكم طبعا احنا قلنا في شيء اسمه تقدير الوقت. في شيء اسمه الجمع بين الايه؟ بين الصلاتين، عملية تقدير الوقت غير الجمع بين الايه؟ بين الصلاتين. تقدير الوقت ديت للبلدان التي لا يعرف فيها علامة دخول الايه؟ الوقت. يعني لو انتظر ما عندهمش مثلا لغاية الساعة 11 أو 12 حتى دخول وقت الايه؟ العشاء، لا ده العملية ايه؟ ما يعرفوش فيها علامة دخول وقت الايه؟ العشاء. التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في السنة. فلذلك العلماء لما تحدثوا عن عملية الجمع بين الصلاتين للحاجة يعني، فالجمع الذي نتحدث عنه الآن لا نقصد به الجمع السفر أو المرض، وإنما الجمع الذي يرفع الحرج والمشقة في غير الأعذار السابقة. فمثلا كما قلت هناك بعض البلاد يتأخر فيها غياب الشفق إلى ما بعد منتصف الليل في بعض أيام السنة، غياب الشفق اللي هو علامة دخول وقت الإيه؟ العشاء. وهناك بلاد يطول فيها بعض أشهر السنة ويقصر الليل إلى 4 ساعات، تلاقي الليل كله من ساعة دخول وقت العشاء إلى وقت الفجر أربع ساعات. وهناك طبعا يعني في 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 في, في منا من هو الموظف والعامل الذي يعمل في مجال المعمار أو يعمل في مصنع أو يعمل في شركة، يعني عمله يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أن هو بدنه يأخذ بعض الراحة حتى يستطيع أنه يواصل إيه؟ يواصل العمل. فبالتالي من الممكن ألا يتمكن المسلم من أداء الصلوات في وقتها لتتابع العمل وضيق الوقت المخصص للراحة، وفي طبعا الشيخ العجوز والصبي إلى آخره. فجميع هؤلاء يجدون حرجا وعسرا ومشقة في أداء بعض الصلوات في أوقاتها المحددة شرعا، وخاصة أننا في بلدان غير إسلامية، في بلدان غير إسلامية لا تراعي شعور المسلم في ذلك ولا تقيم لعبادته وزنا ولا اعتبارا. نحن طبعا مهما كان في بلد غير إسلامي، انت عارف لو في بلد إسلامي مثلا في شهر رمضان على الأقل بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه يعني يعني تقليل لساعات العمل. ممكن مثلا العامل لو بيعمل مثلا في بلد اسلامي 8 ساعات ممكن يكون في شهر رمضان يخلوه ايه؟ يخلوها 6 ساعات او على يعني بيقل. ممكن في 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 العشر الاواخر من رمضان يعطونا كثير من العمال اجازه لما نطلب ذلك حتى يتيح له مثلا الموضوع الاعتكاف. يعني في او البلد كلها بتعمل بشعيره اسلاميه، فالكل مبتهج ومسرور بالايه؟ بهذه الشعائر، لا سيما في شهر رمضان. انما انت لما تكون في بلد غير اسلامي فهذه الامور لا تراعى، وبالتالي لابد انك انت ايه؟ تاخذ بالايسر، يعني رفع الحرج عن كثير من الايه؟ من المسلمين.
طبعا واي عمل يتطلب من المسلم، اي عمل بتعمل فيه بيتطلب من المسلم ذهن صافي وبدن معافى، وهذا بدوره متوقف على مدى ما يحصل عليه الانسان من راحه ووقت للنوم. طيب بعد هذا الكلام الذي قلناه، هل هناك رخصه يمكن ان يلجا اليها المسلم عند الحرج والمشقه، باعتبار القاعده الفقهيه التي تقول ان المشقه تجلب التيسير؟ في قاعده فقهيه تقول ان المشقه تجلب التيسير، بمعنى ان الامر اذا شق على الناس، على معظم الناس يعني، او على معظم المسلمين، فلا بد من الايه؟ من التيسير عليه. لان الله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. وان الامر اذا ضاق اتسع. ومن هنا انعقد الاجماع، اجماع الفقهاء يعني، على انه لا يجوز في الحضر ان تصلى الصلاتان معا في وقت واحد لغير عذر. يعني الفقهاء اجمعوا على انه لا يمكن باي حال من الاحوال انك انت تجمع بين صلاتين في الحضر، يعني طالما انك انت غير مسافر يعني. لان طبعا معروف ان الانسان لما بيكون مسافر بيقصر مع الايه؟ مع الجمع، او يجمع مع الايه؟ مع القصر. ده رخصه للمسافر. فيصلي مثلا العصر مع الظهر جمع تقديم، ده يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين، او يصلي الظهر مع العصر جمع تاخير، وكذلك الموضوع مع المغرب والعشاء، اما ان ياتي بالعشاء الى وقت المغرب فيكون جمع تقديم، او يؤخر المغرب الى وقت العشاء فيكون جمع ايه؟ جمع تاخير. هذا بالنسبه للمسافر. اما اذا كان الانسان في الحضر يعني غير مسافر، فلا يجوز له الجمع الا بعذر. فإلا بعذر دي، كلمة العذر نفسها أو موضوع العذر اختلف فيه الفقهاء. منهم من توسع في الأعذار، ومنهم من ضيق في الإيه؟ في الأعذار. يعني سنطرح الآن أقوال الفقهاء في هذه المسألة حتى تكونوا على بينة منها، وبعدين نشوف الرأي الراجح في هذا الإيه؟ في هذا الخلاف الفقهي. فاتفقوا على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة سنة للحجاج. طبعا لما انت ان شاء الله يعني الناس الذين ذهبوا للحج، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر الحج لمن لم يحج، انك انت في 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 في, في يوم عرفة بنجمع بين الايه؟ بين الظهر والايه؟ والعصر. ده جمع تقديم، بنصلي العصر مع وقت الايه؟ الظهر. وبعد ذلك بنؤخر المغرب لوقت اللي هي العشاء، ده بيسمى جمع تاخير، في ده بيكون في الايه؟ في المزدلف. على هذا الجمع اللي هو الجمع في بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتصر الحنفي. يعني المذهب الحنفي قال لك ما فيش جمع غير في هذه الايه؟ في 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 المغرب والعشاء والظهر والعصر في موضوع الحج، اضافه الى الايه؟ الى السفر، والسفر ده معروف. جوز المالكيه، المذهب المالكي الذي هو المذهب المعتمد مثلا في معظم دول شمال افريقيا، فجوز المالكيه الجمع بين الصلاتين يعني للمقيم بسبب المطر والمرض، رخصه توسعه بين الظهر والعصر والمغرب والايه؟ والعشاء. يعني لو كان الانسان لو كان فيه مطر، وهذا المطر يعني يشق على الانسان ان يخرج فيه لاداء الصلاه، ففي هذه الحاله يجمع بين الايه؟ يجمع بين الصلاتين. يعني اذا جاء المصلون الى المسجد مثلا في صلاه الظهر، فانه ممكن ان يجمعوا معه صلاه الايه؟ صلاه العصر، او يؤخروا المغرب لوقت العشاء، او يصلوا العشاء مع وقت الايه؟ المغرب. يعني من باب الايه؟ التوسعه. واذا كان الانسان مريض، فمن الممكن برضه في هذه الحاله انه يجمع بين الايه؟ بين الصلاتين. ده على راي المذهب الايه؟ المالكي. الشافعيه جوزوا الجمع بين الصلوات يعني بسبب المطر، واللي هو المطر الغزير يعني، وذهب جماعة منهم إلى جواز الجمع بسبب المرض والطين والخوف. إذا كان الإنسان مثلا في خوف من شيء معين، ففي هذه الحالة يجوز له الجمع. إنما أوسع المذاهب الفقهية في موضوع التوسعة في جواز الجمع يعني المذهب الحنبلي. الحنابلة قالوا بأن أنه يجوز الجمع بين الصلوات بسبب البرد، لما يكون في برد شديد يعني، والريح الشديد البارد، والمرأة المرضع، من الممكن برضه انها تجمع بين الايه؟ بين الصلاتين، والمرأة المستحاضة، المستحاضة طبعا اللي بينزل عليها الدم في غير وقت الايه؟ الحيض،
وما في معناها، والمعذور والعاجز عن الطهارة لكل صلاة، والعاجز عن معرفة الوقت، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، وجوز الجمع لمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع. وقالوا يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليه. يعني من الممكن أنه يأتي بالصلاة، يؤخر الصلاة الأولى لمثلا صلاة الظهر إلى وقت العصر، أو يقدم صلاة الصلاة الثانية إلى وقت الأولى، يعني مثلا يقدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر. فإحنا مثلا سمعنا الآن أن المذهب الحنبلي يعني توسع كثيرا في مسألة الجمع، قال لك المرأة المرضع والمستحاضة ولمن خاف على نفسه الضرر ولمن خاف إلى آخر هذه الأعذار التي ذكرنا. وفي الحقيقة ليس هناك يعني أدلة صحيحة صريحة تدل على جواز الجمع لكل عذر مما ذكره الحنابلة في 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 المذهب الحنبلي. الإمام الشافعي يقول والجمع في المطر، يعني في في حالة نزول المطر الكثيف، يعني والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره، وإن كان عذر غير المطر لم يجمع فيه. لماذا؟ قال لك لأن العذر في غيره خاص، وذلك كالمرض والخوف وما أشبهه، إنما العذر في المطر عام، لأن المطر حينما يكون مطر بيكون ده العذر ده عام، يكون إنما عملية الخوف وعملية المرض دي بتكون إيه؟ أمور خاصة بكل فرد من الإيه؟ من الأفراد. وبعدين بيقول وقد كان، ده الإمام الشافعي يعني، وقد كانت أمراض وخوف فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع يعني في 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 حالة المرض وفي حالة الخوف. والعذر بالمطر عام، ويجمع بالسفر للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رخصة في الجمع إلا حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن المسألة هي مسألة الجمع بين الصلاتين للعذر كما قلت، يعني هي مسألة اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة، ولكن يعني يمكن أن يستدل للحنابلة هي أوسع المذاهب الأربعة في الجمع بين الصلاتين بما رواه مسلم، الإمام مسلم يعني في صحيحه وغيره، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس اللي رواه الحديث ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أو ألا يحرج أمته. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم، والحديث كما قلنا في صحيح مسلم يعني اسناده صحيح، بيقول ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في غير خوف ولا مطر. يعني ما كان يعني ايه ما فيش عذر محدد واضح للصحابه بناء عليه جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الايه بين الصلوات. فبيسأل سيدنا عبد الله بن عباس لما فعل ذلك؟ فقال ان هو اراد ان يرفع الحرج عن ايه؟ عن الامه، اراد ان يرفع الحرج عن امته. فدل الحديث على جواز الجمع الحقيقي بشرط تحقق الحرج والمشقه عند عدم الجمع، لقول سيدنا عبد الله بن عباس اراد الا يحرج امته او الا يحرج امته. ومن هذا الحديث استنتج الجمهور جواز الجمع للمرض وما في معناه، وقالوا إن مشقة المرض فيه أشد من المطر. يعني لو كان الإنسان مريض ولا يستطيع أنه هو مثلا أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فما ممكن هو يجمع بين الإيه؟ بين الصلاة، يعني يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب، ويجمع بين المغرب والإيه؟ والعشاء. فإذا جاز الجمع بسبب المرض لما في الصلاة بوقتها معه من المشقة، جاز بأي عذر يترتب على ترك الجمع ضيق وحرج لا يحتمل، ويشترط ألا يتخذ ذلك عادة وألا يتوسع فيه. يعني معنى الكلام أنه طالما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني أجاز الجمع يعني حتى يرفع الحرج عن الأمة، فمن الممكن في 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 الأوقات التي يكون فيها حرج على المسلمين انهم يجمعوا بين الايه بين الصلاتين، لا سيما صلاتي المغرب والايه والعشاء. طبعا الحديث الان احنا هذه مسائل فقهيه نبينها، حتى لان احنا بنتحدث عن موضوع يعني بالتحديد موضوع صلاه الايه العشاء نظرا لتاخر ايه وقتها. ان احنا طبعا موضوع صلاه الظهر والعصر بالنسبه لنا او بالنسبه لكثيرنا منا الحمد لله رب العالمين فيه سعه،
ولكن الحديث بنقول على اساس ان موضوع صلاه العشاء متاخر يعني كثيرا لا سيما في 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 هذه الشهور شهور الصيف، فبنقول من باب رفع الحرج، رفع الحرج عن الايه عن المسلمين الموجودين في هذه البلدان غير الاسلاميه، فبالتالي يجوز لهم ان يجمعوا بين الصلاتين. احنا نجمع مثلا بين العشاء والايه والمغرب، يعني من الممكن ان احنا نصلي العشاء في مع وقت الايه المغرب، يعني الكلام او ما نستنتجه من هذه الاراء الفقهيه اللي هو جواز تقديم العشاء الى وقت المغرب، ده اسمه جمع ايه جمع تقديم، نحن نجمع بين العشاء والمغرب، بعد ان نصلي المغرب نصلي صلاه الايه العشاء بدون يعني بدون فاصل، نصلي المغرب ثم نقيم ونصلي الايه العشاء، هذا جائز. يعني حتى لو رايتم بعض الائمه مثلا يقومون في بعض المساجد فامر لا ينكر، لانه كما قلنا يعني المذاهب الفقهيه اعتمدت هذا الراي، وفي نفس الوقت ذكرنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني من قال بجواز الجمع بدون موالاه، يعني مش شرط انك انت تجمع بين الصلاتين مباشره، يعني ممكن انك انت تصلي مثلا المغرب وتنتظر قليلا ثم تصلي الايه العشاء، يعني مثلا في البعض يعني ممكن يقول لا يعني اصل موضوع صلاه العشاء مع المغرب مباشره يعني ربما يجد فيها ايه بعض الحرج، لا سيما مثلا في 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 مع معرفه بعض الناس هذا الحكم الاول مره مثلا، فيجد ايه فيجد يعني حرج في تطبيقه. فمثلا بنقول من الممكن احنا نقول الراي الفقهي الاخر اللي هو جواز الجمع بدون موالاه، بمعنى الموالاه معناها يعني الموالاه معناها انك انت تصلي الصلاه ثم تصلي، حتى مثلا لما نتحدث عن الوضوء فبنقول لك في بعض من الفقهاء قالوا بانه من ضمن اركان وضوء الايه الموالاه، الموالاه معناها انك انت يعني تغسل الاركان وراء بعضهم، يعني او تاتي الاركان وراء بعضهم، لانك انت بتغسل وجه ثم بعد ذلك لا تنتظر وتمسح وتغسل الايه وتغسل، يعني ما يكونش في فاصل بين الايه بين العمل بين القيام باركان الوضوء. فايضا لا يكون هناك فاصل بين الايه بين الجمع، فاللي هو الجمع بدون بالجمع الجمع المباشر بين الايه بين الصلاتين، او الجمع كما قلت بدون موالاه، انك انت تصلي الصلاه ثم بعد ذلك تنتظر قليلا، حتى ايه انا ممكن تنتظر نصف ساعه ولا ساعه حتى تصلي الصلاه الايه الاخرى، يعني على سبيل المثال يعني وبالمثال يتضح المقال، على سبيل المثال فرضا نحن صلينا مثلا المغرب مع الساعه التاسعه وعشر دقائق، من الممكن نحن نصلي وراءه العشاء مباشره، ومن الممكن نحن نؤخر صلاه الايه العشاء الى مثلا ساعه، يعني مثلا نقول ساعة من وقت أذان المغرب أو من وراء صلاة المغرب، يعني مثلا أنت ساعة وعشر دقائق يبقى نصلي العشاء على الساعة العاشرة وعشر دقائق أو على الساعة العاشرة، فهذا إيه؟ فهذا جائز اللي هو الجمع بدون مولاة كما إيه؟ كما قلنا. لماذا أقول هذا؟ رفع الحرج عن كثير من الإيه؟ من الناس. ده اسمه رفع قاعدة رفع الحرج. لما الأمر يضيق بالناس فلا بد من إيه؟ فلا بد من رفع الحرج عنهم انطلاقا من القاعده التي تقول ان المشقه تجلب التيسير، طالما فيه مشقه فلا بد من جلب التيسير للناس. هذا التيسير لا ياتي من 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 عنديات الناس، يعني لا ياتي من عندي كإمام او لا ياتي من لا، وانما بنستنبطه من الايه؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن آراء الفقهاء السابقين، لأن الفقهاء برضو بيعتمدوا في 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 في, في استنباط أحكام الفقهية على الدليل، إما من كتاب الله من كتاب الله عز وجل، إما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من المصادر الأخرى للتشريع الإسلامي. يعني ممكن يكون لأن في مصادر أخرى للتشريع الإسلامي، ممكن العرف والقياس والاستصحاب إلى آخره، هذه المصادر المعروفة في 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 علم وصول الفقه. يبقى إذا معنى ذلك أنه من الممكن أن يجمع بين الصلاتين بشرط ألا يتخذ ذلك عادة وألا يتوسع فيه. وممن قال بهذا ك
كثير بقى من الفقهاء منهم ربيعة وابن المنذر وأشهب وابن سيرين وعبد الملك من أصحاب مالك والظاهرية، وبه قال الشيخ محمد أبو زهرة، وقال به الشيخ القرضاوي الذي يرى الجواز الجمع بين الصلاتين في حالات نادرة وعلى قلة لرفع الحرج والإيه والمشقة، رفع الحرج والإيه والمشقة كما قلنا. يبقى إذن معنى ذلك ان هذا الامر يقدر بقدره، يعني ما يكونش عام في جميع اوقات السنه، وانما ده بيكون له ضروره ايه ضروره يعني في في في, في وقت الضروره فقط، والا يتخذ ذلك عاده، يعني لا يتعود الناس هذا، وانما ده في وقت الضروره. وقت الضروره يعني احنا من الممكن كأناس موجودين في المركز الاسلامي مثلا كإمام وإدارة ومصلين، ممكن نحن نتفق مثلا على شهر معين أولا ولا على شهرين معينين، اللي مثلا زي شهر يوليو مثلا وأغسطس وشهر 7 و8 مثلا، أو شهر رمضان والشهر الذي يسبقه أو الشهر الذي بعده على حد اللي هي شهور الصيف هكذا، ونحدد فيها وقت صلاة العشاء، يعني رفع الحرج عن جميع المسلمين. يبقى نحن نحدد للضرورة، ونحن مش بي 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 لا نقول أن هذا الوقت سيكون على مستوى العام، وإنما يقول لوقت الضرورة كما قال الفقهاء بشرط ألا يتخذ ذلك عادة وألا يتوسع فيه. ويقول الفقهاء أيضا وبالنسبة لمن يتأخر عندهم غياب الشفق اللي هو علامة دخول وقت العشاء، يعني مثلنا في إيطاليا الآن في هذه الأيام، يعني أيام الصيف. وبالنسبة لمن يتأخر عندهم غياب الشفق أو يقصر ليلهم فليأتي من الصلوات في أوقاتها ما يقدر عليه، يعني ده هذا الكلام للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، يقول أنه يأتي إذا تأخر وقت دخول العشاء يبقى فليأتي من الصلوات في أوقاتها ما يقدر عليه، فإن غلبه النعاس فنام وفاتته الصلاة فليصلي ما فاته عند استيقاظه، فإنه ليس في النوم تفريط على الترتيب. يعني فرضا أن واحد مثلا غلبته عيناه، واحد تعرف مثلا الناس اللي شغالة في أعمال شاقة مثلا في عمل المعمار ولا في عمل البناء ولا في هذه الأمور، وجاء مثلا من بعد أن صلى المغرب لم يستطع، يعني كيف أنه هيقاوم نفسه، فنام غلبته عيناه فنام لم يستيقظ مثلا الا مع صلاه الصبح، فبطبعا بيصلي الصبح بعد ذلك يؤدي صلاه الصلاه التي فاتته، ربما يكون فاته المغرب والعشاء، ربما تكون فاتته العشاء فقط. ده برضه ده في نطاق هو لا هو لم يتعمد النوم، وانما يعني غلبته عيناه فنام، فبالتالي هذه الصلاه يعني لا نقول لا يصليها، وانما يصليها لا هيصلي الفجر والصلاة التي حضرته، يعني إذا حضره وقت الفجر هيصلي الفجر وبعد ذلك يؤدي صلاة يؤدي الصلاة التي فاتته قضاء اللي هي صلاة العشاء. وأما من وجد مشقة معتبرة في انتظار الصلاة وخاف إن نام ألا يقوم للصلاة، وذلك يعرف بالعادة، فهناك رواية عند الحنابلة فقط بجواز الجمع بغلبة النعاس، يعني اذا وجد الانسان ان فيه مشقه، وهذا بيعرف، يعني مثلا واحد شغال مثلا طول اليوم ولم ينم في القيلوله والعشاء مثلا متاخره، وانه اذا تناول مثلا طعام العشاء واحب ان ينتظر من الساعه 9 الى الساعه 11 لن يستطيع، ان ده مش وقت قليل، يعني ده ساعتين. فبالتالي قالوا في هذه الحالة أنه يجوز أن يجمع بين الصلاتين بغلبة النعاس، وهذا كما قلنا رأي ما اعتمده الحنابلة في مذهبهم كما ورد في كتبهم ومنها الإنصاف. قال وهنا يجب التنبيه إلى أمر جد خطير، وهو أن إساءة استعمال هذه الرخصة التي ترفع المشقة والحرج، وذلك باتخاذها عادة لتحقيق غاية الراحة وبالتوسع فيها من غير عذر معتبر يبطل الصلاة. إن الإنسان لو توسع، ممكن واحد يسمع هذا الدرس فبيتوسع في عملية الجمع بين الصلاة بين الصلاتين، يقول لك والله أنا سمعت الإمام في مسجد النور
واتى باقوال الفقهاء واتى باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيتخذ ذلك ايه عاده فيتعود دائما على الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء بدا دائما عادته ده تبطل صلاته ليه لان معروف كما قلت في البدايه ان دخول الوقت شرط من شروط صحه الايه الصلاه وانما نحن نتغاضى عن هذا الشرط ده بناء على ايه على ادله من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حاله الضروره والضروره كما يقول الفقهاء تقدر بايه بقدرها يعني من لا نتوسع فيها وانما على نطاق الايه على نطاق الضروره الذي يرفع الحرج عن الايه عن عامه المسلمين انك انت مش انت لوحدك اللي بتصلي او مش المجموعه اللي موجوده يعني ممكن يكون موجود الان 100 واحد مثلا هيصلي العشاء ولكن موجود في الجالية آلاف المسلمين صح ولا لا منهم من لا ياتي ومنهم من ياتي فقط الى صلاه الجمعه ومنهم من لا نراه الا في صلاه الايه العيد يعني اقصد ان اقول ان هناك اناس غيرنا موجودين ولو كلفنا كل الناس بصلاه العشاء مثلا في وقتها فبيصعب عليهم هذا الامر وانما رفع الحرج عنهم فبنعتمد هذا الراي اللي هو الذي يقول بجواز الجمع بين الايه بين الصلاتين فإن العلماء قد أجمعوا على أن الصلاة في غير وقتها بغير عذر شرعي باطلة وكأنه لم يصليها لأن الوقت لها شرط صحة يبقى إذن معنى ذلك لابد أن نفهم الكلام جيدا أن موضوع الجمع بين الصلاتين سواء بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء هو أمر في نطاق الضرورة في الضرورة العامة التي من خلالها نرفع الحرج عن الأمة وكما قلت ونؤكد على هذا الكلام مرة أخرى أن من اتخذ ذلك عادة بدون عذر وبدون ضرورة فصلاته باطلة لأنه معروف أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نكتفي بهذا القدر في الحديث عن هذه المسألة اللي هي مسألة الجمع بنسميها مسألة الجمع للحاجة وبعد ذلك من مشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث حول المسائل الفقهية المتعلقة بفقه الأقلية المسلمة التي تعيش في بلدان غير إسلامية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم لو في أي سؤال متعلق بهذه المسألة تحديدا نجيب عليه إن شاء الله قبل أذان العشاء طبعا نحن هنعرفكم إن شاء الله بس يعني القرار الذي سنعتمده في المساجد ونعتمد في المساجد الثلاثة يعني وسنعتمد هنا إن شاء الله في الإدارة سنعرفكم به قريبا يعني بالنسبة لمسألة وموضوع صلاة العشاء إن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت ربما خلال هذه الأيام المقبلة إن شاء الله بإذن الله يكون هناك يعني رأي نعتمده في المساجد الثلاثة وتعتمد الإدارات في هذا الشأن ونعتمد الأئمة ونبلغكم به إن شاء الله بإذن الله نعم احنا قلنا بقى ده الكلام ده يعني اما ان نصلي يعني اما ان يقدم الصلاه الثانيه الى الصلاه الاولى او تؤخر الصلاه الاولى الى الصلاه الايه؟ الى الصلاه الثانيه. جزاكم الله خير. ماشي عبد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا ورحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله